موسى خان ذو 9 سنوات يصنع الطوب بيديه الصغيرتين في هذا القالب، ثم يفرغه ليملأ الثاني والثالث في عمل متواصل منذ الصباح الباكر حتى المساء. لا يستطيع موسى خان إخفاء إرهاقه، يقول إن عمله شاق وظهره ويديه تؤلمانه بعد مغادرته العمل في نهاية اليوم. أخرج صباحا مع أشقائي هؤلاء ونرجع مساء من هذا العمل الشاق الذي يؤدي إلى آلام في أجسامنا. سدرة بنت هي الأخرى من الأطفال الذين يحضرون يوميا إلى هذه المصانع والأفران بدلا من الجلوس في المقاعد الدراسية. تقول إنها تكسب 3000 أفغاني في الشهر وترغب في الذهاب إلى المدرسة إن قدر لها. أساعد أبي في هذا العمل الشاق حتى المساء، والمبلغ الذي نتقاضى ضئيل جدا. الوضع المالي السيء لعائلات هؤلاء الأطفال أجبرهم على العمل في مصانع الطوب وأفرانه في هذا الجو الحار، في وقت تكافح معظم العائلات لإيجاد الطعام لأطفالها. آباء هؤلاء الأطفال يحضرونهم للعمل بسبب الفقر وكثرة نفقات العائلة وقلة الدخل، فعمل الآباء وحدهم لا يغطي النفقات، ولو كان عمل الآباء يؤمن الاحتياجات لكان الآباء قد أرسلوا أطفالهم إلى المدرسة. منظمة إنقذوا الأطفال قالت في آخر تقرير لها في 10 أغسطس الماضي إنه إذا لم يقدم المجتمع الدولي 2.5 مليار دولار لأفغانستان فإن الأطفال هناك سيواجهون أزمة خطيرة. يرى الاقتصاديون والاجتماعيون الأفغان أن عمالة الأطفال هي في الواقع مشكلة اقتصادية تحتاج إلى حلول اقتصادية، وأن عمل الأطفال في مصانع الطوب وأفرانه علامة على فقرهم وعدم وجود خلفية اقتصادية لأسرهم. عبد الناذر، العربية، كابول.